النهارده واحد من الكباتن الكبيره كابتن سيد النهارده لما شاف المستشفى وشاف الخدمات اللي بتقدم للاطفال دول النهارده الحقيقه كان بيشيد بهذا النجاح اللي بتقوم بيه مستشفى الناس. النهارده كان بيقول انا سعيد جدا ان بالمستوى الطبي والخدمي اللي شفته النهارده داخل مستشفى الناس والجهد اللي بيبذله طبعا الجميع داخل المستشفى اللي بتساهم في علاج الاطفال. ست انيسه حسونة بتمنى لك الشفاء من قلبي. ربنا يا رب حبيبتي معاك كل الناس وكمان على مستوى وانت طيبه كمان على مستوى الشناوي كمان. انت عارفه الشناوي نجم كبير وما شاء الله يعني كل الناس مؤثر بتحب يا كابتن كل الناس بتحب الشناوي طبعا. خلي بالك الناس بتحب الشناوي كمان علشان ما شاء الله يعني ما عندوش مشاكل. صح. محمد الشناوي قيمه كبيره جدا جدا الفترات الاخيره بيأدي على المستوى الفني اكتر من رائع. النهارده كان زي ما حضراتكم شايفين في الصوره هو ده الدور اللي مطلوب يا جماعه. صدقوني المنافسات حلوه والبطولات حلوه لكن الدور دوت ما يحسش بيه غير الطفل اللي قدام محمد الشناوي او الطفله اللي قدام محمد الشناوي. الحاله المعنويه بتاعتها وجود محمد الشناوي ولاعيب كوره ونجوم يعني النجوم الكبار دول اكيد ليهم دور كبير جدا. لقطه اكتر من رائعه بصراحه لمحمد الشناوي اللي يعني بنقول له ان شاء الله ربنا يوفقك وتستمر على هذا المستوى تفيد فرقتك وتفيد منتخب مصر الفترات اللي جايه. دور مهم جدا بيقوم به النادي الاهلي على المستوى المجتمعي.